اهلا بحضراتكم من جديد، وخلونا نبتدي بالاخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم. لكن نبتدي باهم الاخبار اللي حصلت امبارح واللي كان ابرزها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعه موقف توافر الادويه والمستلزمات الطبيه المختلفه، كمان بحث اليات التوسع في التبادل التجاري مع الدول الافريقيه. امبارح ايضا الحكومه المصريه نفت تضرر سقف بهو المتحف المصري الكبير نتيجة لسقوط الأمطار. عندنا أيضا أن قيادة الجيش الثاني الميداني نظمت مؤتمر ودعت فيه شيوخ وعواقل شمال سيناء على الإفطار. تفاصيل أكثر عن هذا الخبر وغيره من الأخبار اللي حصلت امبارح هنشوفها في هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة، وأكد مدبولي حرص الحكومة على متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية حتى لا يحدث نقص أو أزمة في ظل الاهتمام بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وقال إنه في توافق مع البنك المركزي على توفير التمويل اللازم للأدوية المطلوبة والمستلزمات الطبية. امبارح بحث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الآليات المقترحة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر والقارة الإفريقية، وأكد رئيس الوزراء أهمية التوسع خلال الفترة المقبلة في إجراء عمليات التبادل التجاري مع بعض الدول الإفريقية بنظام الصفقات المتكافئة، بحيث يتم تصدير الأدوية والمستحضرات الطبية وغيرها من السلع اللي بتحظى فيها مصر بميزات نسبية تتعلق بالجودة والسعر، ويتم في مقابلها استيراد المواد الخام من دول القارة بما يحقق فائدة الطرفين. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة لتضرر سقف بهو المتحف المصري الكبير نتيجة سقوط الأمطار ما أدى لوصول مياه الأمطار للبهو. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد إن سقف بهو المتحف المصري الكبير سليم وآمن تماماً ولا تصيب الأمطار بأي أضرار، وأشار إلى أن سقوط الأمطار على منطقة البهو بيأتي نظراً للتصميم المعماري والهندسي للسقف المفتوح للبهو، وأوضح إن سقوط الأمطار أمر طبيعي ومتوقع ومدروس أثناء تصميم وتنفيذ المتحف ولا يمثل أي خطورة، حيث تحتوي منطقة البهو والمتحف على نظام متكامل لشبكة تصريف الأمطار وليس هناك أي خلل في تنفيذ هذا التصميم أو إنشاء المتحف. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة باستمرار فتح قنوات التواصل مع الشيوخ عواقل شمال سيناء، استقبلت قيادة الجيش الثاني الميداني عدد من الشيوخ والعواقل وممثلي المجتمع المدني بمحافظة شمال سيناء، وشارك الشيوخ والعواقل مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار بقطاع تأمين شمال سيناء. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن عناصر من القوات البحرية والقوات الخاصة البحرية المصرية شاركت في فعاليات التدريب البحري المشترك اللي استمر على مدار 3 أسابيع بدولتي البحرين والأردن، وشارك في التدريب ما يقرب من 7000 فرد و35 قطعة بحرية و30 منظومة مسيرات آلية من 50 دولة مختلفة، منها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والسعودية والمملكة الأردنية ومملكة البحرين والإمارات. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعث برقية تهنئة لقداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد، وجاء نصها قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: يطيب لي أن أبعث لقداستكم بأصدق مشاعر المحبة والتقدير مهنئاً بحلول عيد القيامة المجيد أعاده الله عليكم وعلى أبناء مصر من الإخوة الأقباط بكل الخير واليمن والبركات. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن أبناء المؤسسات الرياضية التابعة للقوات المسلحة حققوا إنجاز رياضي جديد، منها الميدالية الذهبية خلال مشاركتهم ضمن البعثة المصرية ببطولة كأس العالم للشباب لسيف المبارزة واللي أقيمت فعاليتها بمدينة بولدي في البلغارية بمشاركة 233 لاعب بيمثلوا 48 دولة. في جولة المحافظات معانا مجموعة من الأخبار والموضوعات اللي حصلت امبارح في أكبر محافظات مصر، منها إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي في كوم أوشيم في محافظة الفيوم، ومنها أيضا افتتاح
مركز للدراجات والسيارات السفاري بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء. امبارح كمان في المحافظات المصرية كان معانا تنظيم أمسيات فنية و53 جلسة توعية في قرى حياة كريمة في محافظة أسوان، واعتماد جداول امتحانات الترم الثاني للمراحل التعليمية المختلفة في دمياط، وأخبار تانية كتير هنعرفها في السياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الفيوم اللي تم فيها توقيع عقد مقاولة بين شركة الصرف الصحي بالقاهرة لإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بكوم أوشيم، واللي بتمثل أهمية كبيرة علشان تكون قادرة على استقبال كميات الصرف الصادرة عن المصانع ودراسة نوعية المياه. في جنوب سيناء تم افتتاح مركز للدراجات والسيارات السفاري الجبلي بمنطقة السفاري بمدينة شرم الشيخ طبقاً لأحدث الطرز، ومزود بكافة سبل الأمان والمتانة، وده أول مركز يحصل على هذا الترخيص في مصر بعد استيفاء كافة الاشتراطات والإجراءات. في أسوان نظم المجلس القومي للمرأة 53 من جلسات الدوار اللي استهدفت توعية 2650 من السيدات والرجال والشباب والأطفال بمختلف القرى. تناولت الجلسات مناقشة القضية السكانية وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء، وتم تنظيم أمسيات فنية شملت تقديم العديد من عروض الفنون الشعبية والفقرات الترفيهية وفرق الإنشاد الديني اللي استهدفت مختلف الفئات العمرية من الأهالي والمواطنين. في دمياط تم اعتماد جداول امتحانات الترم الثاني للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم الفني والمهني وأيضاً الفئات الخاصة، وبيجري تجهيز اللجان بكافة الإمكانيات ووضع خطة محددة لتوفير مناخ آمن للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وتفعيل حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات. الأقصر شهدت عودة تحليق رحلات البالون الطائر في سماء البر الغربي بعد توقفها على مدار الأربع أيام الماضية، وحلقت امبارح 45 رحلة بالون طائر أقلت على متنها أكثر من 1100 سائح من حول العالم. في قنا تم تنظيم قافلة طبية بقرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وشملت جميع التخصصات الطبية مجاناً مع تقديم العلاج اللازم، بالإضافة لعقد ندوات توعوية صحية لعدد من المواطنين.